يا شباب وصبايا، المطلوب عمل تقرير عن موضوع تقرأوا عنه وبعدين تفحصوا إذا فعلا بتطبق بمؤسسات البلد. بدي إياكم يا شباب تقسموا حالكم لمجموعات، وكل مجموعة فيها 4 طلاب، معاكم شهرين عشان تجهزوا التقرير. أنا راح أوزع عليكم ورقة فيها تعليمات وتوجيهات لازم تتبعوها. أنا أكيد راح أتابع كيف عم تشتغلوا كمجموعة. والله يا أستاذ الفكرة حلوة، بس العلامة راح تكون نفسها لكل المجموعة؟ طبعا بالنسبة للتقرير المكتوب، بس لما تعرضوا راح تتقسم العلامة حسب كيف كل واحد بجاوب على الأسئلة. واضح؟ طيب صعب علينا نعمل لقاءات ميدانية خلال هالفترة القصيرة هاي. إذا خططتوا صح وحددتوا إيش بدكم تعملوا من البداية ما راح تكونوا متأخرين. التخطيط مرحلة مهمة في العمل ضمن المجموعة. أي أسئلة تانية؟ لا لا لا, 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 لا. شكراً. يلا يعطيكم العافية، مع السلامة. فكرنا فلاسفة. فكرني أرسطو أنا. عن شو بدنا نكتب التقرير؟ أي شيء، أي شيء، يعني كله بزبط. هو تقرير وبدي يخلص. لا 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 لا، ما بزبط هيك. لازم نفكر ونقترح عدة أفكار ونناقشها ونعتمد على واحدة منهم. طيب اتحفينا، شو في عندك؟ بفكر بموضوع الفساد الإداري في المؤسسات الفلسطينية. موضوع حلو كتير وعم ينحكى عنه كتير في الإعلام. حلو الموضوع مرام، بس بفكر قبل الموضوع حسب الإرشادات لازم نرتب أمورنا ونتفق على قضايا، منها كيف نتواصل مع بعض، كيف نوزع المسؤوليات، وبعدين منناقش موضوع التقرير. تمام، أنا بتفق مع زيد، علشان ما حد يجي يقول لي مش فاضي ومش قادر ولا ما في عندي نت بالبيت. بتعرفوا هاي القصص، ما حدا يطب بيوم الجمعة والسبت والأحد لأنه في عندي شغل ومش فاضيتلكم. طيب الثلاث يوم بوسط الأسبوع ومريح للقاء، وخلي الموعد يكون على الساعة 12 مثلا. أنا موافق. بفكر لازم نتفق كمان على مجموعة قوانين ونلتزم فيها. أولا احترام الوقت، وثانيا نحترم وجهات نظر بعضنا حتى لو اختلفنا، ونتفق بالإجماع على كل خطوة بدنا ننفذها بالتقرير. مثلا ما حدا يعمل إشي لحاله. طبعا مجموعة نتعاون ونتشارك. أيوة هيك. طيب إذا موافقين على موضوع الفساد الإداري، معناه أول إشي إنه كل واحد يجيب مقالات ويفكر بالمؤسسات اللي راح نزورها. ممتاز، لأنه بدنا نقرأ لسه عن النظريات ونفحص إذا المؤسسات بتطبق هاي القضايا اللي بالكتب أصلا. اتفقنا. أوكي تمام. شكرا زايد على المقالات اللي بعتهم. أنا هيني لخصت 3 مقالات. أنا قرأتهم ولخصت، يعني لخصت بس 2. ويزن شو؟ أنا ما عرفت إذا المقالات منيحة، فسألت الأستاذ وقال لي إنه الموضوع ممتاز وأعطاني مقالة منيحة. طيب ليش ما خبرتنا إنه نكون معكم مع الأستاذ؟ على فكرة هذا تصرف ما بصير، خاصة وإنه إحنا اتفقنا إنه كل شيء بنعمله مع بعض ويكون في إجماع أي مهمة، وإنت ما طرحت فكرة إنه نروح عند الأستاذ ورحت لحالك. بس أنا فكرت هذا الإشي رح يبسطكو، لأنه هيك فرجينا الأستاذ إنه بدينا نشتغل. حتى لو كان لازم نكون معك، هيك ببين إنه أنت المهتم بالتقرير وإحنا لا. لازم هلأ نبعت إيميل للأستاذ ونفهمه هالإشي. يا جماعة إحنا بدنا نتطاوش هلأ؟ خلص مرقيها يا يارا. أنا فكرت أي نشاط لصالح المجموعة لازم نسويه. صح، بس ليش قررت لحالك تحكي مع الأستاذ؟ بصرش هيك تكون بوسي وتقرر بدون ما تستشير المجموعة. أنا لما الأستاذ سألني عن المجموعة حكيت لك قديش عم نشتغل مع بعض وإنه وزعنا المهام بيننا. على كل حال متأسف إذا ضايقتكم. خلص يا جماعة، مش مستاهلة كل هذا النقاش، ضيعتولنا وقتنا. خلونا نقرر شو بدنا نعمل بالمقالات. أنا بصراحة ما كتبتش التلخيص، صار معي شوية ظروف ما لحقت. لازم ننهي الكتابة علشان نبدأ نناقش أي مؤسسة لازم نزورها. بدنا على الأقل 4 مؤسسات. طيب شو رأيكم أنا سهل عليكم وتبعتوا لي التلخيص لكل المقالات وأنا أرتبها ونسقها وأبلش أرفع فيها على جوجل درايف علشان تحطوا تعديلاتكم؟ أنا بعرفش أستخدمها. بسيطة، أنا بعلمك إياه. معناها يا شباب إذا بدكم أنا بشتغل على أسئلة المقابلات للمؤسسات، وأنا بعمل الاتصال مع المؤسسات
نتقسم، كل واحد فينا بيروح لمؤسسة. أحسن إشي، لأنه أنا بحبش أتصل بحدا، بس أنا ممتاز بالمقابلات. ماشي، وبعد ما تبعتوا أسئلة المقابلات وأسماء المؤسسات لازم نبعتها للأستاذ عشان يوافق عليها، وقتها يارا أو مرام يبعتوه عشان يبين أنه عندنا تقسيم للأدوار. خلص تمام، معناها خلينا نتواصل كمان أسبوع بعد ما نسمع من الأستاذ وبنعمل المقابلات. أخيرا خلصنا، بس تعبت بالمقابلات لأنه الأخ يزن ما أجاش معي على اللقاء الأخير. المهم خلصنا، وضل أنه مرام تبعت التحليل، وأنا هيني حضرت الخاتمة والتوصية. خلينا نسلم التقرير ونخلص. ممتاز، وخلينا نلتقي مع الأستاذ كلنا، شو رأيكم؟ عرضنا وخلصنا والأستاذ حط علامة منيحة إلي. بتصدقوا التعب اللي تعبناه لناه وما راح حضر. تعرفوا، بس أنا حسيت أن الأستاذ حاط نكري والله، وكل أسئلته إلي كانت صعبة. بس وينك؟ أنا ديبك نفدت منها. أصلاً منيح أنك نجحت بالمادة وقدرت تتفاعل وتتلاعب بإجاباتك. شو يا أختي؟ زي ما سمعت. أي المهم انتهينا وخلصنا، وعلاماتنا فوق ما توقعنا، ومبين إنه اللي بيحط جهده جوا المجموعة بيجني ثمار تعبه. وأنا جد تعلمت إنه التفاعل الداخلي بيننا جاب نتيجة. هلأ أنا لو اشتغلت لحالي كان ما جبت هيك علامة ولا بحلم فيها، ولا قدرت أضيف إشي نوعي على البحث. تعرفي يا مرام، وإحنا اشتغلنا أكثر وهلكنا أكثر، بس الواحد بدي وكمان تعلمنا كتير مهارات راح تفيدنا في الحياة المهنية. تعالوا يا جماعة، يلا تعالوا خلينا نتصور صورة جماعية تذكارية. يلا. لا 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 لا، أنا مستعجل، بدي أروح عندي موعد. يعطيكم العافية صبايا وشباب، أنجزنا وتخرجنا وبتمنى نلاقي شغل إن شاء الله. إن شاء الله.